بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب وشخصيات الكتاب المقدس، ومعادنا النهاردة مع شخصية محبوبة، هي شخصية يونان النبي. يونان النبي بعض الآباء اعتقدوا أن هو ابن أرملة صرفة صيدا. في بعض المخطوطات أو التقليد اليهودي بيعتقد أن هو ده الولد اللي مات وقام على يد إيليا النبي. والبعض يعني ما أكدش الفكرة دي، وإن كانت هتفيدنا في أنه لأنه مات وقام قبل كده، يمكن ده كان أحد أسباب لما دخل جوف الحوت كان عنده ثقة أنه هيطلع تاني، لأنه مش أول مرة يموت ومش أول مرة يقوم. يونان النبي كلكم عارفين أنه هو نبي يهودي، لكن دعوته ما كانتش في الوقت ده لخدمة اليهود. ويمكن دي إشارة مبكرة في العهد القديم أن ربنا عينه على العالم كله وعلى البشر كلهم، مش على اليهود بس. وده مفتاح فهم السر، أن هو كشخص يهودي يميل إلى التعصب أو يميل إلى الإحساس أن ربنا ده بتاع اليهود بس. لما جاله صوت ربنا بيقول له قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها، كانت بالنسبة له دعوة شبه مرفوضة، لأنه مين نينوى دول يا رب؟ مش دول وثنيين؟ مش دول أشوريين؟ مش دول أعداء اليهود؟ مش دول اللي في يوم من الأيام ممكن يدخلوا بلادنا ويكسرونا؟ مش دول اللي أنت رافضهم؟ ليه أروح لهم؟ أنا نبي يهودي. وهنا أول علامة من علامات شخصية يونان النبي، أنه على قد ما بيحب ربنا جدا وحياته فيها الطاعة والخضوع كنبي وكقديس، إنما هو ما تعلمش لسه يحب كل الناس. فكر الـ اليهود الضيق لسه كان جواه. تفكرنا في العهد الجديد مثلا لما بطرس الرسول ربنا دعاه يروح لكرنيليوس، كان بالنسبة له مفاجأة، يا رب أنا يهودي في الأصل، بقيت مسيحي بس أنا هشتغل على اليهود، وبعدين ده أممي، ده وثني، ده ما عندوش ختان، ده عمره ما خضع للناموس، هيعرفك ويبقى مسيحي ويبقى فيه الروح القدس ويتساوى بينا. كانت نقلة كبيرة، هي نفس النقلة اللي بينتقلها يونان من الفكر اليهودي الضيق إلى الفكر الروحاني الواسع، اللي بيبي يكتشف أن ربنا محب البشر الصالح، كل الخليقة تشغله. يونان النبي زي ما انتوا فاكرين في قصته، جات له الرسالة يقول له روح اذهب لنينوى المدينة العظيمة ونادي عليه لأنه قد صعد شرهم أمامي. في الأول ما تقلوش نادي هتقول إيه، يجوز نادي بالتوبة، كعادة الأنبياء كانت رسالتهم توبة زي ما سبق وقلنا، كل الأنبياء دول رسالتهم الأساسية توبوا، وانتهوا بيوحنا المعمدان اللي جاي يقول توبوا وعمل معمودية التوبة. يجوز انه تصور انها الرسالة المعتادة توبوا، ولان عارف ان مع كلمة توبوا دايما في غفران خطايا، لان لو واحد منهم تاب هياخد غفرانه، هو بقلبه اتضايق بقى استكتر الغفران على هذا الشعب. يعني اتضايق انه ازاي الناس دي ربنا يسامحها، ليه ما يهلكهمش، ليه ما يفنوش زي كل الوثنيين، ليه ربنا ما انتقمش لدماء اليهود. وبعض الآباء قالوا يونان علم بروح النبوة أن الأشوريين اللي عاصمتهم نينوى دول مش هيفوت 100 سنة وهيجوا أساسا يذلوا اليهود، يذلوا شعب إسرائيل. فاكرين سنحاريب لما دخل وأطاح بكل مدن شعب إسرائيل، وجي عند أورشليم وحاصرها وما قدرش بسبب صلاة أشعيا النبي وحزقية الملك. فيونان يجوز قد أدرك بالروح القدس أنه الشعب اللي أنا رايح أطلب منه توبة وادعيه للرحمة ربنا، ده الشعب اللي هيذل أهلي بعد كده واللي هيموت ولادي، فيمكن ده أحد أسباب الرفض. إنما مهما العقل اجتهد وحلل، بدال رأي ربنا روح ونادي، كان لازم يقول حاضر يا رب. ودي رسالة مهمة مفيدة لينا كلنا، ان حتى الانبياء الكبار دول والقديسين العظماء اللي في الكتاب لا تخلو حياتهم من اخطاء، وتبدو اخطاء يعني احنا نفسنا المبتدئين روحيا نستغربها،
ونقول بقى واحد قديس عظيم يقول لربنا لأ عيني عينك كده، مش المفروض يقول حاضر؟ ده الواحد لو سمع صوت ربنا واضح بيبقى ما يقدرش يقول له لأ. فبالأولى نبي عظيم زي يونان كان ضروري يقول حاضر. فقام يونان ليهرب إلى طرشيش. يبقى الخطية الأولى هنا هي خطية أنه رفض داخليا الطاعة والخضوع لربنا. الخطية الثانية ودي يمكن أصعب منها أنه فكر يهرب. طب ده أنت لو سألت واحد صغير طفل يا يونان في مدارس الأحد وينفع الواحد يهرب من ربنا؟ الطفل يقول لك هيروح فين؟ مش ربنا في كل حتة؟ مش ربنا شايف كل مكان؟ هو في حتة ربنا ما يعرفش يشوفها؟ هل يا يونان محتاج عظة في إدراك الله بكل شيء ونظر الله لكل شيء؟ ده أنت نبي. يعني موضوع بدائي جدا وبديهي جدا هو أن ربنا شايف. هنا تلاحظوا حاجة جماعة، لما الواحد يعند مع صوت ربنا بيحصل له حاجة اسمها العمى الروحي، يفقد البصيرة. فتلاقي أمور بديهية بسيطة كل الناس عندها إدراك ليها هو يتجاهلها. فقام يونان ليهرب. طب احنا لما الواحد فينا بيغلط بيبقى عارف ان ربنا شايفه، هيهرب منه فين؟ اين اهرب من وجهك؟ من روحك اين اختفي؟ قام يونان ليهرب الى طرشيش من وجه الرب، فنزل الى يافا ووجد سفينة. هنا تشوفوا بقى لما تمشوا مع القصة، طب يا يونان وانت مسافر يافا ما جاش في بالك ان ربنا شايفك ماشي عكس الاتجاه؟ هو بيقول لك روح نينوى في العراق وانت رايح طرشيش في اسبانيا، يعني بدل ما تمشي يمين تمشي شمال. العند بقى وفضل مسافر وخدها على رجليه لغايه يافا، ومن يافا بقى شاف المركب اللي رايحه طرشيش وقرر انه كانه هيبعد تماما عن مكان الله وعن رؤيه الله. طبعا تفكير غريب لانه لا يليق بنبي. ودفع اجرتها. طب كان ربنا هيوديك يمكن على حسابه دلوقتي انت بتغرم وبتدفع عشان تهرب من الدعوة. ونزل فيها ليذهب معهم إلى طرشيش من وجه الرب. رسالة مفيدة من شخصية يونان النبي، ما تهربش من دعوة ربنا. ساعات خادم يبقى ربنا دعيه للخدمة أو دعيه للكهنوت وتجيله الدعوة واضحة على فم كاهن أو على إلحاح اللي حواليه أو على شكل باب مفتوح قصاده للخدمة، يفضل يقاوح ويفضل يعند ويفضل مخه يدعي كده ادعاءات وافكار مش من ربنا خالص، وبعدين يتلهي او ينشغل في اي حاجه كانه بيهرب من ربنا. وهو حد يقدر يهرب من ربنا؟ فارسل الرب ريحا شديده الى البحر. هنا بقى ابتدى التاديب. زي ما انتم فاكرين في قصه يونان بقى ربنا يكلمه بكل الطرق، كلمه بطريقة مباشرة، صوت من ربنا يقول له قوم نادي على نينوى المدينة العظيمة. ما اهتمش بالصوت المباشر، قال له يعني انت مش راضي تسمع الصوت اللي جوه قلبك وجوه ودنك؟ طب نخلي الطبيعة كلها تكلمك. البحر يقول والحوت يقول وبعد شوية اليقطينة تقول وشويتين الدودة كمان تقول، وربنا بيكلمنا بكل الطرق الممكنة. كان المفروض لما البحر هاج على طول الرسالة تبقى واضحة، انه اللي انا عملته ده بقى هو انا بتحدى ربنا؟ هو انا كرجل الله اتجاهل الله؟ امال هروح اقول للناس ازاي؟ طب ده انا اللي محتاج التوبة مش بتوع نينوى، ده انا اللي هربان. المفروض لما البحر كان يهيج كان يركع ويقول له يا رب انا غلط، انا اصريت على عنادي وتصورت ان انا ممكن اقول لك لا، انت يا رب عارف عاوز ايه، ما اعجب ما ابعد احكامك عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء، عاوز نينوى خلاص انا اقول حاضر. برضو دي رسالة روحية مهمة، ان خلينا دايما سريع الاستجابة بدل ما المواضيع تتفاقم. خلينا ناس كده مؤدبين، لما يجي صوت ربنا الواحد يقول له بس انا خدت بقى، انا فهمتك يا رب انت عاوز تقول لي كذا، انا اصلي كنت هربان منك. إنما يونان للأسف مع العند الشديد اللي جواه أصر أنه يغمض عينه وينام ويختفي ومش عاوز يسمع صوت الموج ولا الريح. مش عارف إزاي مركب في الزمن ده واحد يعرف ينام فيها
وينام وسط البحارة اللي بيصرخوا بيزعقوا في بعض والبحر العالي والريح الشديدة وهو نايم، ده معناه هو مصر انه ما يسمعش صوت ربنا. كمان رسالة مهمة، يمكن ربنا عاوزك تعمل حاجة غير اللي انت عاوز تعملها حتى جوه الخدمة. يونان لو ربنا قال له روح لمدينة مش عارف ايه اليهودية يقول حاضر، لا ربنا قال لك نينوى تبقى نينوى. قديس بولس الرسول في بداية خدمته تصور انه هيبقى مبشر لليهود بحكم انه يهودي متعصب ومذاكر عهد قديم، والاكثر قدرة في نظره انه يخاطب اليهود. ربنا قال له لا انا مش عاوزك لليهود، انا سأرسلك الى الامم بعيدا. وطبعا خضع لكلام ربنا واصبح رسول للأم. مش بس البحر قال كلمته وفضل يونان يعند، البحارة كمان ابتدوا هم يقولوا رسالة من ربنا. ابتدى كل بحار يصلي لإلهه، دول ناس وثنيين والبحر بيشد أكتر. فكبير النوتية راح يصحي يونان يقول له قوم أصرخ لإلهك. شوف الرسالة قد كده صريحة، قوم صلي. ده واحد مش يهودي بيقول له كده، ده واحد لا يعرف الله بيقول رجل الله قوم صلي. دي حاجة كده، دي كأنها يعني ألم على الوش. بقى رجل الله في واحد ما يعرفش ربنا بيقول له قوم صلي لربنا لإلهك بيقول له كده. في أكتر من كده رسالة واضحة، ساعات يبكتنا غير المؤمنين، وساعات تجيلنا رسالة من عيالنا الصغيرين انت مش هتصلي؟ مش انت علمتنا ان كل حاجة تتحل بالصلاة؟ مش انت قلتنا ان ربنا طيب واللي بيرجع يقول له سامحني يا رب بيسامحه؟ طب ما تقوم تصلي. انما للأسف يونان صحي واستمر في عنده وما صلاش، مش عاوز يصلي. لان الواحد ساعات يحاصره احساس بقى ايه، صغر النفس او اليأس، انا عملت عاملة والعاملة دي ما تتصلحش وشكلها الحكاية باظت خالص فمش هصلي. برضو ده غلط، لمهما كانت العملة اللي عملتها لو قمت تصلي هتتصلح الدنيا، لكن لو ما صليتش هتتعقد اكتر. وبعدين بقى ايه، عملوا القرعة. يبقى البحر قال كلام يونان ما سمعش، رئيس النوتية قال رسالة صريحة ما سمعش، القرعة كمان نطقت وقالت هو ده المذنب. طبعا مفيش اكتر من كده بقى وضوح. فتلموا حواليهم ناس بسطة صدقوا في القرعة، لأنه القرعة دي فكرة يعني حتى الشعوب البسيطة تؤمن بيها. فقالوا له أنت مين بقى وعملت إيه عشان يحصل فينا كده؟ فلقى أنه محاصر من كل شيء، البحر لسه عالي، قالوا له صلي مش راضي يصلي، كلهم على قد سذاجتهم صلوا لآلهتهم مفيش حاجة بتقطع لأن دي مش آلهة حقيقية. قالوا له ما تقول لنا انت ايه حكايتك ايه؟ وهنا اول حته حلوه بقى في يونان. لو كان يونان كان عاوز يكمل عنده كان ممكن يسوق فيها ويقول انا ما اعرفش، انتوا بتقولوا لي ان انا السبب وانا السبب في ايه؟ انما المره دي بانت حته جميله في يونان. على قد ما هو غلطان وهربان وعنيد، انما هو بيعرف يتوب، هو بيعرف يعترف بخطأه. لما حصروه قال لهم انا هربان من ربنا، ما زينش الكلام وما جملش الصوره وما دافعش عن نفسه، قال انا غلطان انا هربان من ربنا. وربنا ده ربنا اللي بجد اللي خلق السماء والارض والبحر. لما الناس شافت واحد بيعترف بخطيته بصدق ومتاكد بايمان يعني زي الصخر انه ربنا ده ربنا الحقيقي، خافوا جدا. وكلمة خافوا هنا معناه ان هم امنوا ان الهه هو الاله الحقيقي، وامنوا ان ربنا غضبان بسبب هروبه وعنده. وهنا تلاحظوا حاجة جميلة، انه الامميين امنوا بسهولة جدا، الوثنيين ده هو مش بيبشرهم، ده بيعترف بخطية، مجرد سامعين واحد بيعترف بخطيته بصدق صدقوا ربنا وقالوا له طب نعمل فيك ايه، ما انت اللي فاهم ربنا بتاعك، قول لنا نعمل ايه. طبعا المفروض يعمل ايه كرجل الله، يسأل ربنا رب سامحني نعمل ايه عشان البحر يهدى، انا غلطت في حقك. انما حتى هذه اللحظة اعترف قدامهم ومش عاوز يعترف قدام ربنا.
مش عاوز يرجع يتوب، اصل التوبه ما تكملش غير بالصلاه، وهو مش عاوز يصلي، هو بقى قفش وايه ركب دماغه وعمل زعلان وهو اللي غلطان ومش عاوز يصلي. فقال لهم ارموني في البحر. طبعا ارموني في البحر ده مش قرار ربنا، ده قرار يونان المندفع العنيف. عارفين واحد في غضبه لما يقول يا رب اموت، تموت ليه؟ هو انت عشان عملت غلطه تقول كده هتكمل على روحك؟ طب ما تقول يا رب ارحم بدل ما يا رب اموت. قال لهم ارموني في البحر. هما في اللحظه دي ما اقتنعوش ان ده الرئيس الصح، والغريب ان هم حبوه، حبوه على بساطة إيمانه وعلى اعترافه وعلى الموقف اللي غرق نفسه فيه ده، فحاولوا ينقذوه، ابتدوا يجدفوا ويقوحوا مع البحر. البحر بقى إيه؟ عند أكتر، أصل البحر عنده أوامر، البحر عنده أمر إلهي، مش هتهدى غير لما يترمي يونان فيك، فهو البحر ما بيفهمش. فضلوا يقاوحوا مفيش فايدة، البحر يقاوح أكتر فترعبوا. والغريب انه بتوع المركب دول صلوا قبل ما يونان يصلي، يعني المفروض يونان هو اللي يصلي ويتعلم بقى الدرس ويخجل من نفسه ويقدم توبة حقيقية، بدل ما هو يصلي هم اللي صلوا وقالوا له يا رب ما تحسبش علينا دم بريء، احنا مش عارفين نعمل ايه، واضطروا يرموه في البحر. لما رموه في البحر هو طبعا اعتبر نفسه ميت وخلاص دقايق ويغرق ويفطس، انما ربنا قال له لا، انت تحكم على نفسك بالموت، انا محكومش عليك بالموت، انت تعند بس انا مش هقبل العند، انا رحمتي اكتر من خطيتك، انت خاطي جامد بعند وباسود قلب وباصرار على عدم الصلاة، انما ايه انا رحمتي بقى هتغطي ده كله. وعد الرب حوتا عظيما وبلع يونان. طبعا في الوهلة الاولى اكيد يونان تصور كمان مش هموت غريق، ده انا هموت متقطع ومتشرح، انما فوجئ ان اللي اترعب منه لا الموج العالي ولا الحوت المفترس، ده هو بيبلعه ومن غير ما يقطعه ويدخله على اوضة كده داخلية يقال في الحيتان الضخمة، في جوف كده ضخم في تجويف الراس يسمح بوجود كائن حي فترة طويلة، ودخل ولقى نفسه عايش. طبعا احساس كأنه دخل مغارة كده، او دخل يعني اللاية غصب عنه، فكأن ربنا بيقول له ايه، شوف انا قلت هتصلي يعني هتصلي، مش هتصلي بالذوق، تصلي بالعافية، لكن لو ما صليتش هتهلك، لو ما صليتش مش هتتوب، ولو ما توبتش مفيش خلاص، يعني انا بعتك تخلص الناس انت تهلك، هتصلي يعني هتصلي. لما دخل جوف الحوت سمعنا صلوة من اجمل صلوات الكتاب المقدس، فعلا بقى شفنا يونان الجميل اللي على اصوله نبي رائع، بيتضرع الى الله، بيعترف بخطيته، بيصرخ طالب الرحمة والغفران، وعنده رجاء وثقة انه هيطلع من الحوت. طب مين قالك؟ ما سبقش ان حد يدخل حوت وطلع منه، حد عارف الجوف ده ما يمكن يفتح على المعدة مش ما يفتحش على البحر، انما هو قال له اعود وانظر هيكلك وفي نزوري للرب، يعني انا هطلع لازم يا رب، انا ندرت خلاص هسمع الكلام مش هعند تاني. على قد كده قعد 3 ايام و3 ليالي وكان شبه ربنا يسوع له المجد، اللي دخل القبر 3 ايام و3 ليالي وخرج حيا ليخلص البشرية كلها. وبعدين صدر الأمر الإلهي مرة أخرى، زي ما صدر للبحر بالهيجان وصدر للجوف للحوت بأنه يفتح بقه بس ما يهضمش، يعني صدر أمر أنه يفتح بقه المرة دي ويطلع يونان، وخرج يونان حي كأنه أمن الموت. طبعا هنا يونان المفروض أنه تعلم الدرس، تعلم الأدب، فخد بعضه دخل نينوى، وكانت مدينة عظيمة، عظيمة يعني واسعة، وكمان عددها كبير، بشر كتير، انما بدل ما يلفها على الاقل في 3 ايام لفها في يوم واحد. ودي برضو تحط علامة استفهام، هو انت لسه جواك يا يونان الحتة الوحشة بتاعت انت رافضهم؟ ده ربنا عيشك عشانهم، ده ربنا طول في عمرك عشان رسالتك، انت لغاية دلوقتي مش قابلهم؟ ده دول سر استمرار وجودك، بتوع نينوى دول
لو فقدت رسالتك فقدت قيمتك، ولو فقدت قيمتك فقدت حياتك وأبديتك. إنما يونان عمل الخدمة كروتة ولف البلد لفت يوم واحد، وقال كلام الحقيقة لا يدعو للتوبة. قال بعد 40 يوم تنقلب المدينة. طب اللي بيدعي الناس للتوبة مش يقول لهم التوبة دي تبقى ازاي؟ واللي بيدعي الناس للتوبة مش يديهم رجاء في رحمة ربنا؟ واللي بيدعي الناس للتوبة يقول لهم أمثلة عن التوبة اللي حصلت قبل كده؟ إنما هو يونان زي اللي بيقول كلمتين من ورا قلبه ومش عاجبه الشغلة دي، ولسه قافل مع بتوع نينوى وحاسس إن ربنا جابه غصب عنه فبيخدم من غير نفسه. وبرضه ده يورينا قد كده ربنا باله طويل، وقد كده يونان كنبي عظيم له أخطاءه. الناس بقى العجيب تأثرت جدا بهذا الرجل، زي ما شفنا البحارة تأثروا جدا بيونان، مش عارفين يونان ده كان فيه ايه عشان يبقى مؤثر كده بدون قصد. ده هو مجرد اعترف وقال انا السبب، الناس اتأثرت جدا وامنت وعملت ذبيحة في البحر وكانت حاجة حلوة. ومجرد قال لهم بعد 40 يوم تتقلب المدينة، وبيتكلم بثقة طبعا، اترعبوا من كلامه وكله ابتدى يصوم ويصلي وبعدوا عن الشر وصوموا البهايم وصوموا الأطفال، والملك قعد على الأرض ولبس المسوح والرماد. ايه ده؟ ايه عظمة هذا الكارز اللي خلى بلد كاملة تتوب بجملة؟ ده احنا نقول مئات الوعظات عشان نفر يتحرك قلبه يتوب. ده جملة خلت بلد كاملة 120,000 نسمة تتغير وتتوب. ده لازم بقى في قوة روحية طبعا. ولأن ربنا كمان كان عاوز يوري له الناس دي محدش علمها، انت متغاظ منهم ليه؟ ما يمكن عندهم فرصة توبة، مش تديهم الفرصة؟ الناس تابت، هو قاعد على باب البلد يعد الأيام مستني الـ40 يوم تكمل وعاوز يشوف ربنا هيعمل ايه. يا ترى مستني رحمة ربنا ولا مستني غضب ربنا؟ للأسف يونان كان مستني الـ40 يوم يخلصوا ويشوف البلد بتتحرق قصاد عينه عشان قلبه يهدى. خطية أخرى تضاف إلى خطايا يونان النبي. يعني أنت يا نبي، يا يونان النبي، قد كده قلبك مقفول من الناس تتمنى هلاكهم ما تتمناش خلاصهم؟ تفكرنا بالقديسين بطرس ويعقوب ويوحنا لما السامرة رفضت دخول المسيح، قالوا له تحب نصلي تنزل نار تاكلهم؟ قال لهم بتقولوا ايه؟ لستما تعلمان من اي روح انتما، وانا جاي احرق الناس ولا جاي اخلص الناس؟ واحتمل المسيح الاهانة وعداها. اذا احيانا حتى الناس الروحيين لو سابوا نفسهم بعيد عن صوت ربنا يتملي قلبهم غضب بشري، غضب من الإنسان العتيق، ويميلوا إلى هلاك الناس مش لخلاص. هو بقى عدى الـ40 يوم ولقى ربنا سامحهم، زعل زعلة جامدة جدا وقال له مش ده كان كلامي؟ ما أنا كنت بعد في أرضي، ما أنا قلت لك أنت يعني طيب وهتسامحهم، خدني بقى أنا مش عاوز أشتغل تاني، خد نفسي. يقوم ربنا بالتضاع ويقول له هو انت متغاظ بجد؟ هل اغتصت بالصواب؟ انت شايف معاك حق في كلامك؟ طب اسمع كلامك كده، اوزن الكلام اللي بتقوله وشوف. دي رسالة جميلة. ساعات الواحد يكون غضبان وبيقول كلام فارغ او كلام يعني لو راجع نفسه يكتشف ان الكلام اللي بيقوله ده كلام مش مظبوط. هل اغتصت بالصواب؟ قال له ايوه بالصواب اغتصت. يقوم ربنا يهديه ويطبطب عليه ويطلعه له يقطينة تغطي على راسه ويحايله عشان يهدى ويفكر كويس. وبعدين فرح باليقطينة ونسي موضوع نينوى، وزي الأطفال الصغيرين كده في البساطة بقى مبسوط قوي بموضوع الضلة اللي طلعت دي. تاني يوم تيجي الدودة توقع اليقطينة كلها، يتغاظ تاني ويتنرفز تاني ويا رب خدني. قال له حكايتك انت زعلت على يقطينة بنت يوم كانت وبنت يوم هلكت، ومش عاوزني ازعل على شعب 12 ربوة من الناس ما يعرفوش منهم من شمالهم وبهايم كتيرة؟ يعني ما تبص من حياتك انت يا يونان، انت حاجة ما تعبتش فيها وزعلت عليها. انا الناس دول تعبت فيهم وخلقتهم ورعتهم وتمنيت خلاصهم، تفتكر بسهولة كده همسحهم كده؟
بأستيكة وافنيهم وابقى مبسوط، انا لا اشاء ان اهلك احد. وكأن يونان فهم ربنا على اخر السفر زي ما ايوب فهمه على اخر السفر وقال له دلوقتي بس شفتك يا رب، يونان كمان كأنه بيقول في اخر السفر يا رب بسمع الاذن سمعت عنك والان رأتك عيني، كنت فاكرك اله يهودي، انت طلعت اله الكل، انت طلعت محب لكل البشر، محب للخطاة. انا فهمت يعني يا رب لا تشاء ان يهلك احد بل ان يقبل الجميع الى التوب. حكاية يونان مليانة دروس جميلة لان بتورينا نبي عظيم مليان ضعفات ودي تدينا رجاء، لكن تورينا واحد يعرف لما يصلي يعني كل حاجة تتصلح، تورينا قيمة الرجوع لربنا والصلاة والصوم، في نفس الوقت تورينا شخصية ربنا الرحوم جدا الرؤوف الذي لا يشاء أن يهلك أحد، لا ساب يونان يهلك ولا ساب البحارة يهلكوا ولا ساب بتوع نينوى يهلكهم، وراهم لغاية ما جيبهم واحد واحد. كمان قصة يونان تورينا حكمة ربنا في أن كل حاجة بتحصل بتبعت رسائل روحية، صوت ربنا في قلبك بيقول لك حاك، البحر بيقول حاك، البحارة بيقولوا حاك، اليقطينة بتقول، الدودة بتقول، الحوت بيقول، أهل نينوى بيقولوا، كل حاجة حوالينا بتنطق برسائل روحية بس اللي يسمع. وللأسف الواحد ساعات يبقى متدين بس ما بيسمعش، ويبقى الغير متدين هو اللي بيلقط صوت ربنا أسرع، عشان كده الواحد محتاج أنه يبقى تدينه تدين متواضع روحاني، يعرف يقول زي يونان أنا السبب، ويعرف يرجع لربنا يقول له أخطأت يا رب سامحني ولي عشم تقبلني وأعود أنظر هيكلك. ربنا يدينا نعمة وبركة بصلوات يونان النبي وبصلوات أهل نينوى التائبين، ويدينا فرصة نخدم ربنا في كل مكان، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين.